بالسلوك القانوني والشراكة بمديرية الدوش، السادة أعضاء جمعية آباء وأولياء التلاميذ، السيد المستشار التوجيهي، السيد الحارس العام للقسم الداخلي، آباء وأولياء تلامذتنا الأعزاء، تلامذتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكريم، ها نحن كما عهدتمونا دائما وانسجابا مع توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخاصة ما يتعلق منها بالفصل الثالث الرابعة 18 ترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة وتوفير بنية تعليمية تعلمية محفزة وفي إطار الاعتراف بالمجهول كحق للمقومون، ها نحن نلتقي جميعا بأمسية الاعتراف. اعترافنا بجدكم واجتهادكم كل في موقعه. تلاميذ بالمثابرة والجد والاحترام، أساتذة وأستاذات بالإخلاص والتفاني في العمل، جمعية آباء وأولياء التلاميذ بالمؤازرة والدعم اللامشروطين دائما، أطر التوجيه بالتتبع والدعم الدائمين، وكذا المديرية الإقليمية بتوفير الجو المناسب للإبداع. أيها الحضور الكريم، موسم استثنائي هذا الذي نعيشه هذه السنة، استثنائي بفضل تضافر شهود كل العاملين بالمؤسسة وبفضل خيراتكم أيها الآباء أيها الأمهات في تتبع شؤون أبنائكم وبناتكم. موسم استثنائي بدت بوادره في نتائج هذا الأسس من هذه السنة الدراسية، أرقام والحمد لله قياسية استطاع براعمنا وبرعوماتنا تحقيقها، تميز واضح في أخلاق متمرسين. التميز وجعل النجاح تاج على رؤوس بلدات أبنائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس الشؤون الضبابية بالمديرية الإقليمية الدريمش، السيد رئيس الشركة بالمديرية الإقليمية الدريمش، السيد المدير رئيس المؤسسة، السيد رئيس العام للقسم الداخلي، السيد المجيب. أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الحضور الكريم، إن مبادرة الاحتفال بالتلاميذ المتفوقين خلال الأسس الأول من كل سنة دراسية فهو سنة دأبت المؤسسة على تنظيمها بمساهمة فعلية موازنة من جميع أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، لكونها تتلاشى عن الهدف الذي وضعته الجمعية وابتزامها بتدريج تشارك فعال مادي ومعنوي والمساءلة الفعلية واللامشروطة في تجويد العملية التعليمية لهذه المؤسسة. كما أعتبر أن تحفيز تلامذتنا المتفوقين شحنة معنوية بغية تحقيق النقلة النوعية المطلقة، باعتبار أن الاحتفال به رافد هام من روافد العملية التعليمية التعلمية. كما أن الجمعية لا تتدخر ولن تتأخر أي جهد مادي كان أو معنوي لتوفير الشروط التربوية التكفيلة لتلبية حاجيات التلاميذ وتلميذات هذه المؤسسة والرفع من مستواهم إلى ما هو أفضل. وما هذه النتائج التي أسلفت صدرنا إلا ثمرة جهود متضافرة بذلها رجال ونساء التعليم بهذه المؤسسة من أساتذة وأستاذات وهيئة الإدارة التربوية، مما جعلها تجسد هذا التتويج لمجهودات التلاميذ المتفوقين. كما أهنئ أبناءنا المتفوقين وأشد على
هذه الحرارة طالبا من هذه الرحبة المتميزة الذين أعلنوا عن إصرارهم لبلوغ مراتب التألق والنجاح إلى بذل المزيد من الجهد تحقيقا لأماله وطموحات قطره. كما أتمنى أن تكون هذه الانتفاضة حافزا له ولباقي زملائهم لكي يسيروا على نفس منوال الاجتهاد والتفوق والعطاء والإبداع ارتقاء للمنظور بالمنظومة التقوية وتحقيق الرغبة المجتمعية والوطني وتقدمي. وتصدر الإشارة بالذكر إلى أن إعدادنا العزيز الأمين لا يمكن بأي شكل من الأشكال إلى أنها قد تمكنت من تحقيق كل ما تصبو إليه لأن طموحها دائما فوق ما هو حاصل وتراهن على ما هو أفضل. نعم كم هو جميل أن يكون للنجاح أناس تقدر المعنى والإبداع أناس يقصدون إذا فإننا نقدر هذا الجهد والعطاء ونتقدم بوافر الشكر والامتنان لكافة القدر الإدارية والتربية في المؤسسة إقبالا له على شهوده المقبول وقت المتواصلة والعمل الدؤوب على ما حققوه من نتائج مشرفة. كما أشكر السيد رئيس شؤون التربوية الذي أعلن عن المدير الإقليمي بالدريج على إشراقه الشخصي والمباشر على هذا الحرب وتشجيعه لمثل هذه المغادرات التحفيزية التي تهدف إلى خلق شوق من التنافس بين التلاميذ وإطاحة فرصة في التواصل بين المؤسسات وجمعية الآباء. وخير ما أختم به كلمات متواضعة وهو تجليد الشكر الجزيل للحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته وأن حليم أمام الحضور الإداري والتبع بالمؤسسة عرفانا على ما قدموه ويقدمون من خدمات جليلة لتلامذتنا. وبارك الله جهودكم وثبت على دروب الخير خطاكم ووفقكم الله لما في خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله.
كان لطفا ان يسينا. أستاذي كم من معاناة أزارتك الصبابة والغليلة، كد ومشقة لكن جلالة أعدنا بها التواضع سلسبيلا. اشتعلت روحك في الآفاق مصباحا، ورحت تزرع في الأوطان أرواحا، ورحت توقد في الأبدان مبتهرا عزيمة تغمر الأكوان إصباحا. وقفت نفسك في ذات الإله وما طلبت شكرا وتقديرا وأمداحا، وما مللت وما كلت جوارحك وما لللت ولكن زدت إلحاحا. ورحت تستوعب الطلاب مصطبرا، فلا ثقيل ولا من فك مزاحا، ودا مريض وفي عينيه بعض عمى، ودا أصم وعنه الركب قد راحا. الخلية العصابية المكونة أسماؤهم من المتهم الأول آنسة السجارة، المتهم الثاني سيد الحشيش آنسة الكوكايين. فليعرف كل نفسه وباختصار. أنا الآنسة الشجارة، مزدادة عام 1492 بجزيرة كوفا، أبي كولومبوس وأمي الأرض، التي طبعا مثيرة وجديدة، أسلي المهمومين وأنقذ اليائسين وأعيش القانطين كما أعيش سيدي القاضي. اقتصاد البلاد وأساهم في التقليص من البطالة. كفى التالي. أنا من لا يعرفني سيدي القاضي، أنا الذي تعرفني المدن والبوادي، وأنا الذي يفضلني الفلاح عن القمح. إنني ببساطة حميته من الفقر، فماذا يفعل طن من القمح مع كرام مني؟ أما عن أصلي فلا أعرف أصلي، أما أمي المحترمة السجارة. كفى التالي. أنا سيدة سيدي إنني صاحبة الكلمة بين القلب والداني، أنا التي أحرك مشاعر الجعلتاني، أنا التي أساعد الأدبيين النصوص واللقطاء، وبفضلي كثر الأثرياء. عرفي بمواطنك لا بمهمتك القذرة. أما عن موطني فكل البلاد أذهب إلى أين شئت محميا ومتخبئا، أما عن أصلي فأنا من أم السجارة. كفى، أين تسكنين؟ أسكن في العقول التائهة والضمائر الميتة والقلوب السوداء المظلمة. بعد أن تعرفنا على المتهمين الثلاثة، الآن نعطي الكلمة لقاضي التحقيق بالنيابة العامة. سيدي القاضي، إن لم دوائر الحسرة والألم أن تصل الجريمة في مجتمعنا، في أسرنا، في مدارسنا إلى هذا الحد. أسر شردت، أموال بذرت، وكل هذا بسبب هؤلاء الماكرين والمخادعين. سيدي القاضي، إنهم ما أخذوا شابا إلا سمموا عقله ودمروا صحته وخربوا رئته. فباسم هؤلاء المغتصبين أدعو أن يحكم عليهم بالفناء من أجل هذا الوطن. المستشار نادي على الشهود. شكرا للمتهم العام، والآن سننادي على الشهود الثلاثة. السيدة الطبيعة، المريض بلال، وقد سيدة الشاهد الأول، قل أقسم أن أقول الحق. أقسم بالله أن أقول الحق. ما هي شهادتك؟ سيدي القاضي، أنا التي استندت على مئات من الضحايا هذه الخلية الإجرامية، منهم من نجا ومنهم من مات. سيدي، التدخين يدمر كل أعضاء الجسم، وبسبب الأمراض الكثيرة كالسرطان والسل والجذام والطاعون، وإن أحد مكونات السجارة مادة الزفت التي ترسب بها الشوارع، وإن النيكوتين موجود في السجارة، لو حكم
أقسم بالله أن أقول الحق. ما هي شهادتك؟ سيدي القاضي، لقد بلغ بي المرض مبلغا، فبالأمس كنت مع زملاء الأطفال ألعب وألهو، نجري كالأرانب وننتقل كالفراشات. كبرت في السن سيدي القاضي، لقد تعرفت على أصحاب السوء الذي عرفوني على السجارة الذي أدمنت عليها، وأصبحت جزءا من أصابعي لا تفارقني. وإن كانت البداية لتنتقل إلى الحشيش الذي نهش جسدي وأتقله حتى تعب بهذه السموم، إن الإدمان سيدي القاضي يجعل الشخص دائما يبحث عن الأفضل، وهذا ما دفعني إلى الكوكايين. أسرق وأنهب وأضرب للحصول على المال لشراء هذا السم القاتل. ضيعت حياتي، ضيعت أسرتي، ضيعت مستقبلي، ضعت سيدي القاضي، إني نادم أشد الندم. حسنا أيها الطفل، الآن مع الشاهد الثالث. بجمال الشاهقة والأزهار الملونة الفواحة، باسم الأرواح، باسم الجبال الشاهقة والحضام الجميلة والسهول النضرة، باسم السماء الصافية والشمس المضيئة. كفاك افتخارا، من أنت أيتها الرشيقة الجميلة؟ أنا الطبيعة، أنا دواء كل عليل وعليلة، أنا زينة الأرض وساحرة الحقول، أنا التي يعشقني الطير والنبي. أعتذر سيدتي، فالقاضي لا يقبل الرشوة، أقسمي ثم أذي بالشهادة. أقسم أن أقول الحق، سيدي القاضي، لا أتوقع يوما أن تمتد إلي سموم هؤلاء المجرمون، فحولوا هوائي علي إلى السواد القاتل، وانتشرت الرائحة الكريمة في أرجاء المملكة الظاهرة، ويتأذى في ذلك طيري وأشجاري وبحري وسمائي. لذا سيدي القاضي، السادة الحاضرون، الأساتذة والتلاميذ والأمهات والآباء، إن لم نضع يدا في يد لنقضي على هذه السموم، فإنها لا تدمر الطبيعة فقط، بل حتى الإنسان، لذا فلنضع حدا لحياتهم قبل أن يضعوا حدا لحياتنا، ولتحيا العدالة. شكرا لك أيتها الطبيعة الجميلة. بعد أن استمعنا إلى الشهود ثلاثة، التلميذ والطبيبة والطبيعة، الآن نستمع إلى الشهود آخرين، القلب والرئة على الهواء المباشر. بعد تعذرهما على الحضور بسبب صحتهما المزرية، نربط الاتصال الآن بالسيد القلب ليدلي بشهادته بعد القسم. أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. سيدي القاضي، السادة المحامون، أعتذر لكم ولهيئتكم الموقرة عن عدم المثول بين أيديكم لأداء واجب الشهادة. لما ألم بي وبزملاء الرئتين والأخ من وباء، فقد أصبحنا طريق الفراش عاجزين عن أداء وظائفنا. سيدي القاضي، هل يكفيك عن مقالي؟ فقد كنت في سالف الأيام نشيطا أقوم بوظيفتي في الجسم على أحسن وجه، أستقبل بصماماتي سريان الدم من مختلف أعضاء الجسم، وأدفعه إلى زميلات الرئتين لتنقيته، ثم يعود إلي فأضفه إلى مختلف أعضاء الجسم نقيا طريا. لكنني فوجئت سيدي، على طوال هذه السنة بغزو شرس من هذه العصابة المجرمة، حيث أغلقت مسالك شراييني، فاسود جسمي، وارتفع ضغط دمي، وتسربت السموم إلى عضلاتي، فهكذا أصبحت هزيلة عاجزة. لا أظنني إن استمرت هذه الحرب العدوانية علي أن أقاوم وأواصل نبضاتي.
إنني أشعر بالموت يحوم حولي، فأرجو من سيادتكم أن تنطقوا بالعدل في هذه القضية، ولا أرى غير الإعدام جزاء لهذه الجريمة النكراء في حق الإنسانية. وشكرا سيدي القاضي على صبركم وتحملكم لسماع شهد. ¡Suscríbete al canal!
المتهمين ثلاثة ضمنيا بالتهم المنسوبة إليهم، وبعد استماع الشهود وبعد رصد ضحايا هذه العصابة من مرض وقتلى من متشددين ومتسولين من إجرام وسرقة ومال هذه العصابة من قوة واستشراق، فقد تبين لمحكمتنا الموقرة أن الحكم على هذه العصابة غاية الصعوبة، وأن الأمر بإحراقهما لا يفي بالغرض، وأن سجنهما ليس مناسبا. أمام عجز المحكمة سنترك للجمهور الكرام قرار إصدار الحكم، فكل واحد منكم فليكون قاضيا ثم فليصدر الحكم. رفعت الجلسة. كل إحساس، إحساس التفوق، إحساس التتويج، إحساس الاعتزاز والافتخار، وأنا أقطف الثمرة من تلك الشجرة، شجرة لطالما سقيتها، لطالما حملتها، وسهرت معها الليالي، ثمرة لذيذة أتذوقها الآن، وكل نشوة وحبور، وكل فرح وسرور. شكرا أمي، شكرا أبي، شكرا أساتذة الأفاضل، وشكرا لي. أنت أيها التلميذ تريد أن تكون مكاننا هنا، ولكنك ترى نفسك فاشلا. ليس بالضرورة، أنت تستطيع أن تحارب أكثر لإنجاز المهمة العالقة بمجرد أن ترى نفسك قادرا، لإنجاز تلك المهمة. شكرا أساتذتي، شكرا أمي، وشكرا لكل أصدقائي. وقد تتساءل كيف، ما هو الفرق بيني وبينك؟ عليك أولا أن تدرك أنه عمل نفس العمل للحصول على هدفه، ولكنه لم ينجح. من الممكن أنك عبرت طريقا صعبا للوصول لهدفك، ولكن عليك أن تتذكر بأن هذه الصعوبات هي التي تجعلك تحقق أهدافك، وتجعلك تأخذ تجارب تجعلك ناجحا في حياتك اليومية. هل يقاس الفشل بحسب طول الطريق لنقطة الوصول؟ لنقل أن كل إنسان عبارة عبقر يصل بين نقاط صغيرة يسعى من نقطة لأخرى، وهذه النقاط تعبر عن محطات
يحس. قال له عندي واحد في التاريخ الدار باش تجيبو. قال لي الطبيب غادي يجي معاك واحد جوج كيلو د الفته والله ما معشيه. جابوها شوابها تعشاو واللفوق والفوق. دابا تبارك الله هو اللي كيصيف الشهاده الطبيه الدراري اللي باغيين يماكم.